معلومة بتهمك مع حازم رائد. أصحاب الجوازات التي تدخل تركيا بدون تأشيرة يحق لهم المكوث في تركيا مدة 90 يوماً خلال كل 180 يوم، ولا يحق لهم المكوث أكثر من ذلك، وفي حال عودتهم مجدداً إلى تركيا بعد انقضاء المدة المسموحة تقديم طلب للإقامة في غضون 10 أيام. معلومة بتهمك.